مش نونة. كم سنة عمرك عبد الوصل؟ 10 سنين. شلون صرت غصب بالبيت انت وباركين؟ كنا نتغدى بشرفة الطيارة لأن أبويا فضل جوافتنا وعد الحاول الدم باب الدورة وشرفتنا المطبخ أمي وأختي ماتوا وأختي الصغيرة انكسرت إيده وإجرها. جوز أختي ظهر وصل وجعه وأنا المطن وجري وأبوي وأخوي وجوز عمتي وأخوي لجوز عمتي ما صابن شيء الحمد لله.